أهلا بكم في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. تقول الكاتبة الثائرة أكرم العقيدي إن دخول المتظاهرين المنطقة الخضراء بالنسبة لهم كانت لحظة اكتشاف حقيقة حياة الساكنين فيها، وهو ما أثار غضب العراقيين عندما رأوا مستوى معيشة السياسيين والأحزاب التي تدعي الدينية، التي صدعت رؤوس الشعب بعبارات الزهد والتقوى وشعارات بناء الوطن والتضحية بالدم من أجله. الوضع بعد اقتحام الخضراء لن يكون مثل قبله بالتأكيد، فالمنطقة الأكثر مهابة بالعراق بعد الاحتلال صارت مهانة ومكشوفة، وبات من الطبيعي أن ينام أو يستيقظ العراقيون على أخبار انتشار الفوضى. التبعية الخارج أصبحت هي طوق النجاة للأحزاب والحكومات في العراق، ولا يمكن التخلي عنها بغض النظر عما يمثله ذلك الخارج من خطر على السيادة العراقية وكرامة الشعب ووحدة الأراضي العراقية، فضلا عن القيم الوطنية التي أزيحت عن مكانها في الحسابات السياسية. من دخن الأرجيلة في البرلمان لم يقصد التباهي بإهانة الدولة، بل كان يقصد التساوي في عدم احترامها، فالخضراء باتت رمزاً لعدم المساواة والتمييز السلطوي والطبقي، فبتنا بعد سقوط النظام السابق واحتلال العراق 2003 كما يقول صاحب المثل: لا طاح بلح الشام ولا عنب اليمن، فلا يوجد نظام يخاف الشعب قمعه، والحمد لله على هذه النعمة، ولا هناك نظام ودولة يحترمها الناس، وكيف يحترم الشعب دولة يقتحم برلمانه ومؤسساته أكثر من مرة؟ كيف تحترم دولة لا تحترم دستورها ويتم خرقه من قبل السلطات وزعماء الأحزاب السياسية؟ الجميع ينتهك الدستور المرقع أصلاً، حتى السلطات القضائية. كيف يحترم الشعب دولة يعتدى على موظفيها ومنتسبيها وقواتها الأمنية يومياً من قبل ميليشيات مسلحة أو متنفذين لا يمكن لأحد محاسبتهم؟ كيف يمكن احترام دولة تستعرض فيها الميليشيات بعجلات مسلحة دون رادع؟ كيف تحترم الدولة والسيادة خالية من قاموسها؟ كيف تحترم دولة والميليشيات تجاهر بقصفها سفارات الدول والمدن العراقية؟ كيف تحترم دولة ترفع فيها أعلام ورموز وشعارات دول أخرى بدلاً من علمها؟ كيف تحترمها والفساد ينخر مؤسساتها؟ كيف يطالب الشعب باحترام النظام والمتنفذون ينتهكونه؟ شرط المرور والموظف والمعلم إلى آخره يتم تجاهلهم، بل حتى إهانتهم من قبل المتنفذين والتيجان دون أي حساب. الدولة لا يتم احترامها من قبل ساكني الخضراء أنفسهم، فكيف تحترم من قبل غير الساكنين فيها؟ الدولة لا تحترم من قبل من زودتهم بالسلاح والمال والسيارات، فكيف بالذين سرقتهم ولم تعطهم شيئا؟ ونقرأ من موقع كتابات مقالا للكاتب إبراهيم الزبيدي: إن الظاهرة أن أغلب الشعب العراقي مصممون على البقاء خارج دائرة الصراع المحتدم بين جماعتين سياسيتين تحركهما أحقاد شخصية ألبست ثوب الوطنية والحق والشعب والنزاهة والإصلاح، ومن خلف كل واحدة منهما جيوش المؤيدين والخدم والمصفقين. وهذا ما جعل دعوة مقتدى الصدر جمع العراقيين إلى الانخراط في ثورته لا تفعل فعلتها، وذلك بسبب سلسلة طويلة من الأخطاء والمخالفات والاستدارات والاعتداءات التي ارتكبها صدريون ضد المنتفضين التشرينيين، والمشاركة في قتلهم في بغداد والناصرية والبصرة وكربلاء. ومن قرصه الثعبان يخاف من الحبل كما يقولون. الحقيقة أن هذا هو حال الدولة العراقية منذ سنوات، فهي تدار بهوى بضعة من الطارئين على السياسة المتعاركين على المنفعة الشخصية والحزبية والأسرية بالتظاهرات، ولا يملك المواطن الواقع بين سندان التيار الصدري ومطرقة الإطار التنسيقي إلا أن يحزن كثيرا وهو يقارن بين عراق اليوم وعراق الأمس، حين كانت أمور الدولة والسياسة يديرها كبار ذو حكمة وأمانة ووطنية، وليس بعيدا ولا غريبا إذا ما استمرت التدخلات الخارجية المعادية لإيران وتصاعدت حروب التسقيطات والتهديدات والإهانات الداخلية المتبادلة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، أن يضطر الولي الفقيه أخيرا لإرسال حرسه الثوري بلحمه وشحمه
لينتزع إدارة الدولة من صبيتها المشاكسين قبل أن يحرقوا أنفسهم ويحرقوا معهم أوراقه كلها، فيخسر جوهرة تاجه الثمينة العراق وهو في أمس الحاجة إليه، بلا زعل ولا حساسيات ولا عصبيات ولا حماسات عاطفية غوغائية مؤذية. لابد من القول بأن قواتنا المسلحة منذ رئاسة نور المالك الأولى 2005 والثانية 2010 كانت ترى المنكر ولا تغيره بيدها ولا بلسانها ولا بقلبها، وهو أضعف الأيمان. استبعد تقرير بريطاني أن تصل الخلافات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي إلى المواجهات المباشرة، مؤكداً أن العراق منهك من العنف. وذكر تقرير لموقع ميدل إيست آي البريطاني أن العاصمة بغداد تنجر مرة أخرى إلى حافة اضطرابات أمنية جديدة. وأضاف التقرير أن سكان العاصمة الذين تمتعوا على مدار سنوات عدة ماضية بمرحلة خفت فيها الإجراءات الأمنية مع عدم وجود لمواجهات مسلحة وتفجيرات، فإنهم يقومون الآن بحماية أنفسهم ضد أي اضطراب محتمل قد يندلع بين جهتين سياسيتين متخاصمتين. وأشار إلى أن أتباع التيار الصدري قرروا القيام باعتصام داخل مبنى البرلمان رداً على خيار منافسهم لشغل منصب رئيس الوزراء. لفت التقرير إلى أن التوترات ازدادت بين الإطار وأتباع الصدر، وفي يوم الاثنين قام الإطار بتظاهرات مقابلة في العاصمة، وكانت هناك مخاوف لدى كثير من العراقيين أن تفضي الأمور لعواقب لا يمكن السيطرة عليها. وتحدث عن أن احتمالية حدوث صراع بين الطرفين إنما يسلط الضوء على هشاشة النظام السياسي للعراق الذي تأسس منذ الاجتياح الأمريكي للبلد وإسقاط النظام السابق. وأضاف التقرير أن العراق غالباً ما يتم تصنيفه على أنه أكثر البلدان فساداً في العالم، حيث أن البطالة والفقر والرعاية الصحية البائسة وانقطاع التيار الكهربائي والخدمات المتعثرة والافتقار إلى الأمن هي من مسلمات الحياة اليومية لملايين العراقيين منذ العام 2003. وفيما أكد أن المخاوف من حدوث هجمات إرهابية يقوم بها تنظيم داعش الإرهابي ومجاميع أخرى قد حجمت من قدرة العراقيين على الاحتجاج ضد هذه الأمور على مدى سنوات. وأكد التقرير أن تشكيل حكومات في العراق لم يكن سهلاً منذ العام 2003، والبلد يدار وفقاً لنظام المحاصصة الذي تسعى الأحزاب من خلاله إلى الهيمنة على مناصب رئيسة تقسم بينهم وفقاً للطائفة والعرق والدين والتبعية العشائرية. ونوه إلى أن هناك مخاوف كانت منذ فترة طويلة خصوصاً عقب إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش عام 2017 من أن تكون هناك نزاعات بين الأحزاب الرئيسة المتنافسة الحاكمة. وعلى الرغم من ذلك فإن التقرير لا يرى أن النزاع الحالي سيفضي لأي تغيير كبير في النظام. نشر موقع نيوز راي الروسي تقريراً تحدث فيه عن نقل مجموعة من القوات المسلحة إلى بغداد على خلفية ورود تهديدات بالاستيلاء على البرلمان من طرف متظاهرين غاضبين. وذكر الموقع أن مطالب المتظاهرين أمام البرلمان تتضمن حل البرلمان وتشكيل حكومة جديدة وتغيير قيادة مجلس القضاء الأعلى. وبين الموقع أن مقتدى الصدر حاول حشد الدعم من أجل تغيير النظام السياسي والدستور بشكل جذري، مشيراً إلى حقيقة تزوير الانتخابات التي نظمت العام الماضي في العراق. بحسب الموقع أن جزءاً من الشعب العراقي بما في ذلك 60% من الشيعة يعارضون منذ سنوات عديدة تغلغل نفوذ واشنطن وطهران في البلاد، ويعتبر جزء آخر تصرفات الصدر بمثابة تحريض لإثارة أزمات حكومية قد تؤدي إلى حرب أهلية. في الواقع يخدم الوضع الراهن في المنطقة مصلحة إيران التي تحرص على تعزيز نفوذها هناك. وقد أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كناني أن طهران تتابع عن كثب وبقلق المستجدات على الساحة العراقية قائلا: العراق جارنا المهم، استقراره وأمنه مهمان للمنطقة. في المقابل تتخذ واشنطن موقفا غامضا من الأحداث الجارية في العراق. فمن ناحية يعتبر أن الأمريكيين في غنى عن أزمة حكومية قد تتحول إلى حرب أهلية تأتي على الأخضر واليابس ومن شأنها تقليص حجم صادرات النفط العراقية، الأمر الذي يتعارض مع خطط الغرب في خضم الأزمة الروسية الأوكرانية.
ومن ناحية أخرى يستطيع التيار الصدري مساعدة واشنطن على مواجهة طهران التي بدأت تثير حفيظة واشنطن عن طريق تقربها من موسكو. أظهرت استطلاعات الرأي السابقة وجود فجوة واسعة بين ناخبي الحزب الديمقراطي من ناحية ومواقف الديمقراطيين المنتخبين في الكونغرس وإدارة بايدن من ناحية أخرى فيما يتعلق بالسياسة الأمريكية تجاه الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، كما أظهر استطلاع جديد للقضايا الحرجة في جامعة ميريلاند والذي يتضمن أيضا انقساما حول مسألة مقاطعة إسرائيل. وقال شبلي التلحمي في مقال في معهد بريكينجز إنه تم إجراء استطلاع حول القضايا الحرجة طرح فيه سؤال حول كيفية نظر المستجيبين إلى موقف إدارة بايدن من القضية الإسرائيلية الفلسطينية مقارنة بموقفهم، مبينا أنه ليس من المستغرب أن أكثر من النصف بقليل لا يعرفونه، مضيفا أنه بشكل عام قال 44% من الجمهورين إن الإدارة تميل أكثر نحو فلسطين، وقال 9% إنها تميل أكثر نحو إسرائيل، بينما قال 26% من الديمقراطيين إن فريق بايدن يميل أكثر نحو إسرائيل. وذكر الكاتب أنه من أكثر القضايا إثارة للجدل في الخطاب السياسي الأمريكي حول القضية الإسرائيلية الفلسطينية مسألة مقاطعة إسرائيل، خاصة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات. وقد سعى الكاتب لاستقصاء المواقف حول هذه القضية، حيث كانت استطلاعات الرأي الأخيرة حول المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات متسقة، فلم يسمع غالبية الأمريكيين عن هذه المقاطعة، ومن بين أقلية من سمعوا بها يعارضها الجمهوريون أكثر مما يؤيدونها، بينما يدعمها عدد أكبر من الديمقراطيين أكثر من معارضتهم لها. وأكد الكاتب أنه مهما كانت الأسباب فإن الفجوة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بين الجمهور والمسؤولين المنتخبين في الكونغرس لا تزال كبيرة، لكنها ضاقت إلى حد ما بعد انتخابات 2018 و2020 التي أسفرت عن انتخاب عدد قليل من أعضاء الكونغرس الذين يعكسون بشكل أكبر الرأي العام الديمقراطي بشأن هذه القضية. وأوضح الكاتب أن القضية الفلسطينية لا تعتبر حالياً أولوية في السياسة الأمريكية، وحتى قضايا السياسة الخارجية ذات الأولوية مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا ثبت أنها ذات تأثير ضئيل على الانقسام الحزبي الأمريكي، لكن هذا لا يعني أن هذه القضايا ليس لها أي تأثير على شعبية الإدارة. واختتم الكاتب بقوله أنه بعد حرب أيار مايو 2021 على غزة كان موقف بايدن المؤيد لإسرائيل على خلاف مع ناخبيه الديمقراطيين الذين رفض الكثير منهم طريقة تعامله مع هذه القضية. نشر صحيفة واشنطن بوست تقريرا أعده سيوبان أوغريدي ومحمد بليوة، قال فيه إن الكثير من التونسيين تخلوا عن الديمقراطية التي تم تحقيقها من خلال الربيع العربي نتيجة للإحباط وعدم تحسن الظروف الاقتصادية. وقال الكاتبان إن نوري سيف جلس قبل 3 أيام من الاستفتاء الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد وقال إنه سيدفع البلاد نحو الازدهار على مقعد وسط المدينة يبحث في الأسعار التي يحصل عليه المهربون كي يهربوه خارج البلاد. وقال إن أرخص رحلة تكلفه 1200 دولار، ولكن مهربا لديه ضمانات أفضل يحصل على 3000 دولار. أما بالنسبة للاستفتاء فقد سمعت عنه يوم أمس ولا أمل لدينا ولا يتغير أي شيء. وقبل 11 عاما خرج التونسيون في حشود ضد الدكتاتور زين العابدين بن علي وأجبروه على الرحيل إلى المنفى الذي مات فيه لاحقا، وبدأت تونس عملية إعادة تشكيل النظام السياسي وبناء الديمقراطية، وكانت المثال الوحيد الذي نجا من اضطرابات الربيع العربي. انطفأت الشرارة التي أشعلت الربيع العربي وخاب الأمل بالساسة العاجزين والأزمة الاقتصادية، وبات سيف يرى أن أمله الوحيد للمضي قدما هو مقادرة البلد. وفي نفس الوقت وضع التونسيون أملهم في زعيم قال لهم إنه قادر على إصلاح حياتهم لو صوتوا من أجل توسيع سلطاته. وترى الصحيفة أن حس اليأس هو على خلاف التفاؤل في عام 2011 عندما تدفق التونسيون من الخارج للمساعدة في بناء البلد ودعم الثورة،
وكان حسهم بالمستقبل الأفضل معديا لدرجة أنه انتشر في كل أنحاء العالم العربي. وقال المحامي والسياسي محمد عبو الذي سجن في عهد بن علي: رأى الناس في بلاد يحكمها دكتاتوريون بلدا صغيرا صنع ثورة ونجح، مع انزلاق بقية الدول الربيع العربي نحو الدكتاتورية والفوضى والحروب الأهلية. كتبت تونس دستورها وضمنت فيه حريات جعلت الناشطين في الدول الأخرى يحسدون التونسيون عليها، وقدمت تونس المثال عن قبولها الأحزاب الإسلامية بما في ذلك حزب النهضة أكبر أحزاب المعارضة والذي ظل جزءا من التحالفات الحكومية التي شكلت ما بعد الثورة. نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا صورة نادرة ومذهلة لمجرة تبعد 500 مليون سنة ضوئية، هي مجرة عجلة العربة التي تظهر حلقاتها بوضوح لم يسبق له مثيل بفضل تلسكوب جيمس ويب الفضائي. ويعتقد علماء الفلك أن مجرة عجلة العربة كانت في الأساس مجرة حلزونية كمجرة درب التبانة التي تضم الأرض، لكن حدثا كبيرا أعطاها شكلها وهو الاصطدام بمجرة أخرى أصغر لا تظهر في الصورة. وسبق أن رصدت هذه المجرة بواسطة تلسكوب هابل الفضائي، لكن قدرات الأشعة تحت الحمراء لجيمس ويب كشفت عن تفاصيل جديدة لم تكن ظاهرة قبل اليوم، إذ تتيح الرؤية عبر كمية غبار كبيرة. وتضمنت الصورة المركبة المأخوذة من المراقبة بواسطة اثنتين من أدوات التلسكوب العلمية، مجرتين صغيرتين أخريين بالإضافة إلى عدد من المجرات الأخرى في الخلفية. وللكاريكاتير أسلوبه الخاص في رصد الواقع. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، أستودعكم الله.